احمد طنطاوي نائب شاب موجود داخل برلمان عبد الفتاح السيسي ليه بنقول برلمان عبد الفتاح السيسي لانه لا يخفى على احد ان هذا البرلمان تم اختيار الاعضاء فيه في داخل اقبيه المخابرات العامه والمخابرات الحربيه ده مش كلام ده اللي اكدته صحف ومصادر مصريه وصحف ومصادر دوليه اذا بشكل او باخر فاحمد الطنطاوي راضي بهذا النظام ومتصالح معاه ما عندوش مشاكل ويعارض من الداخل ودي مش سبة ولا حاجة في حق أحمد الطنطاوي ولكن السؤال هل المبادرات السياسية من أي من كان قادرة على تحريك وتغيير المشهد في الشارع المصري هل مبادرة أحمد الطنطاوي النائب في برلمان عبد الفتاح السيسي المشهور ببرلمان شادر السمك أو ببرلمان علي عبد العال موافقة موافقة وهل هذا البرلمان اللي تنازل عن حق مصر في تيران وصنافير مش بتكلم عن أحمد بتكلم عن البرلمان ده يليق به أو يستطيع أنه يطلع مبادرة تزيح عبد الفتاح السيسي من سدة الحكم طيب أنا بس عايز أعمل مقارنة يمكن تكون مش في مكانها ولكن تصح هل اي من المبادرات استطاعت ان تزيح بشار الاسد عن الحكم في سوريا بعد موت اكثر من مليون سوري وتشريد اكثر من 12 مليون سوري بعد ما كانت 90% من الاراضي السوريه مسيطر عليها من قوى غير قوى الجيش السوري التابع لبشار الاسد؟ لا ما حصلش. ما حصلش وفضل الراجل لحد دلوقتي موجود على سدة الحكم جاب الروس وجاب الإيرانيين وجاب 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 ولم يترك الـ الـ الحكم طيب عبد الفتاح السيسي عنده رأي واضح قال أي حد هيقرب هنا على الكرسي ده حشيله من على وش الأرض شيء هو ما كانش قصده يحمي مصر هو كان قصده يحمي نفسه وهو بيتلبس ومتخيل ان هو يعني مصر ومصر يعني هو عموماً مبادرة أحمد طنطاوي، تعالوا نشوف مع بعض أهم بنود مبادرة النائب أحمد طنطاوي دون تشكيك ودون مهاجمة لشخص أحمد طنطاوي، ولكن بنظرة موضوعية وعقلانية. هل يا جماعة المبادرات قادرة على تغيير المشهد السياسي في مصر ولا إحنا محتاجين ثورة؟